بعد المرتزقة، تركيا تزج بجنودها في بؤر التوتر، ومقتل الجندي التركي 17 اليوم في إدلب في ليبيا. أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك. رغم المحاولات لكبحه، الفان ونيف وفيات فيروس كورونا الذي يتمدد بآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. كورونا يزيد إيران عزلة ويجعل منها ثاني أكثر الدول تسجيلا للوفيات بعد الصين. ولأول مرة في الشرق الأوسط، الفنان العالمي الغامض بانكسي في الرياض. موجة تعاطف عالمية تجمع قرابة نصف مليون دولار للطفل الذي تعرض للتنمر. وفي نشرة التاسعة أيضا، الهلال يبحث عن الفوز وتأكيد صدارته في الدوري، والاتحاد يسعى للملمة جراحه والهروب من الخطر في كلاسيكو السعودية.